ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الدلو ليوم الثلاث 28 ديسمبر كانون الاول 2021. خليك حذر، النهارده ممكن يكون هناك اثر سلبي لوجود شخص في حياتك، فهم بيحاولوا دايما انه يقنعوك بوجهة نظرهم. حاول انك تبتعد عنهم خالص وامضي في طريقك دون انك تلتفت لاي احد، وخليك مهتم دايما بمشاعرك وشغلك، وما تنساش انك تاخد قسط من الراحة في كل حين والتاني علشان ما ترهقش. بالنسبة ليك يا برج الدلو، مهنيا لا تتعامل مع امور العمل من خلال منطلق انا لا اخطئ ابدا. اليوم ده هيكون مناسب علشان تجري بعض التغيرات والاستشارات، وهتقبل النصائح من الناس اللي عندهم خبرة. بالنسبة ليك عاطفيا المرتبط، خليك اكتر انفتاحا وتفاهما لحبيبك وتقبل افكاره، فالحياة مشاركة واحترام وتفاهم وعلاقات. كن ذكيا ولطيفا. الأعزب، خليك حذر الازدواجية في العلاقة وكن مخلصا وأصمد أمام سحر الجنس الآخر. بالنسبة ليك صحيا، نشاط بدني وذهني بيسمح ليك بتنفيذ المخططات اللي انت سعيت ليها دايما علشان تحققها. انتقي واجباتك الأساسية وما تدعش ان تناول المياه الغازية والأكلات اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة. توقعات برج الدلو للرجل، وجود الطاقة والحماس والرغبة في التغيير فيك ومن حولك بيجعلك تحول الصعب إلى واقع موجود هتعيشه وتستند عليه، فلازم إنك تاخد قراراتك وتنفتح وتشارك أصدقائك وأهلك تطلعاتهم وآمالهم وانسحابات الأمل، وباشر بخطوة جديدة علشان توصل لتحقيق طموحاتك وأمنياتك. توقعات برج الدلو للمرأة، حاولي انك تفعلي شيء مميز داخل دائرة العائلة والأصدقاء، وحاولي انك تبتكري ألعاب جديدة أو أغنية جميلة، وأقيمي حفلا للاستمتاع ببداية العام الجديد. وتذكري واحذري، ليس كل ما يلمع ذهب، خاصة اليوم انت محاطة بأشخاص منافقين. خليكي حذرة، بيتحدثوا بكلام حلو علشان يوصلوا لهدفهم. لازم تكوني ذكية وسريعة الملاحظة علشان تكشف الكذب ده، وما تسمحيش لحد بأنه يتسلق على كتفاكي. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، يمكن أن تكون هناك توترات لو شعرنا بالعجز أو الطغيان، ويمكن أن نجد صعوبة في أننا نعبر عن نفسنا بطرق صحية ومباشرة، ويمكن أن تكون رغبتنا شديدة وبيصعب إشباعها، ويمكن إحباط الجهود المبذولة لإجراء تغيرات أو ظهور صراعات على السلطة. الوقت ده مش مثالي علشان تتفاعل مباشرة، وممكن يكون ضروري إجراء تعديلات على أهدافنا. يمكن لهذه الأشياء أن تستنزف طاقتنا مؤقتا، أو أن تجعلنا نشعر بالضيق ونفاذ الصبر حتى نكتشف ما نفقده أو ما نعالجه بعد. قد تفوت جهودنا لتلبية رغباتنا الهدف، ولكن هذا يمنحنا فرصة علشان نجري تحسنات ونعيد المعايرة. بيدخل كوكب المشتري برج الحوت اليوم، وبينتقل إليه من اللافتة من يوم 13 مايو ليوم 28 يوليو، ولكن أثناء رجوع عاد كوكب المشتري لبرج الدلو حتى اليوم. هتبدأ الخطوة الثانية من هذا العبور وتستمر حتى يوم 10 مايو 22. هيشجعنا العبور ده على العطاء بأنفسنا واحتضان الرحمة والخيال. مع كوكب المشتري في برج الحوت، هتجذب الحظ وتجارب الحياة الغنية من خلال حدسنا ورؤيتنا وفهمنا، فنحن خيرون ونبحث عن المستضعف أكثر. نحن أكثر مثالية وربما أقل طموحا بالمعنى الدنيوي، ولدينا دافع أكثر للعطاء من الاستسلام. هيشجعنا كوكب المشتري في برج الحوت على تلبية احتياجاتنا من اللطف والتفاهم والرحمة، وفي الواقع يجب أن نراقب الهروب من الواقع وانحناء الفلسفات أو الأخلاق الشخصية لتتناسب مع المواقف والخداع وخداع الذات والقلق والاستياء المبهم، وعدم الرغبة في مواجهة المشاكل أو الاهتمامات السلبية بشكل مباشر. بيحدث القمر الفارغ اليوم مع الجانب الآخر للقمر قبل، وبيدخل القمر العقرب في المساء. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.